مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله عز وجل أولى حلقات الطب النبوي وآثاره على مكافحة الفيروسات، ومعنا إن شاء الله عز وجل ضيوف بجد 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 فرحونا بحضورهم، وأنا فعلا كنت مستني اللقاء ده من زمان. معنا الأستاذ والأخ الفاضل مصطفى الشيخ. سلام بحضرتك، شرفتنا الله يحفظك. لكن شرفتنا شرف لنا الزور معاكم انت الشيخ حسام. ربنا يبارك في حضرتك. والاستاذ اسلام نيازي، اهلا وسهلا بحضرتك. شرفتنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفتونا فعلا والله. وطبعا حبيبنا واستاذنا ومعلمنا الاستاذ الفاضل اسامه الفار، صاحب شركه الفلاح لاستصلاح الاراضي بالفرفر. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك. بجد شرفتونا يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. في بدايه هذه الحلقه أقول، ما هو الطب النبوي بمعنى أصح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا سعيد جدا بظهور النهاردة مع حضرتكم الشيخ أسامة، ده يشرفنا. وأنا كخادم الطب النبوي طلع النهاردة فرحان جدا إن أنا أخيرا إن شاء الله هننفذ أعشابي كلها أورجانيك مع شركة الفلاح، فدي بشرة لكل المشاهدين. يعني الأول، ما هو الطب النبوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله جعل لكل داء دواء، فإذا أصابوا الدواء الداء برئ بإذن الله. ورواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. فده أول حديث في الطب النبوي، ده الحديث العمدة زي ما بنقول، اللي احنا أمرنا بالتداوي. تمام. يعني ما ينفعش الواحد يقول أنا هخف لوحدي، لا، لازم تتوكل على الله وتاخد بالأسباب الصحيحة. الحديث الثاني العمدة في الطب النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. والحديث موجود في صحيح البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حبة السوداء بالمناسبة عليها شغل جامد جدا بفضل الله، هي طبعا جنرال شغالة على جميع الأمراض بفضل الله علميا. احنا اتكلمنا عقائديا، نتكلم علميا بفضل الله. أمراض الصدر بلا منازع الحبة السوداء هي رقم واحد. تقوية المناعة، لأن احنا النهاردة عاوزين كل مشاهدينا وأحبائنا المناعة بتاعتهم لازم تكون قوية عشان تجابه الفيروسات والتلوثات والأمراض. فالحبة السوداء مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. تمام. ففيها إعجاز أولا كطب نبوي، وثانيا ما شاء الله أثرها طيب. أنا كرجل عشاب بقالي سنين في المجال، مريض الربو اللي هو يعني ما مش عارف يتنفس، بنفتح له النفس في خلال 10 دقائق بزيادة حبة البركة ما شاء الله بفضل الله. حديثي الآخر، أنا طبعا نتكلم إن شاء الله النهاردة الأحاديث الصحيحة في الطب النبوي، ان الطب النبوي يجمع ما بين احاديث صحيحه واحاديث ضعيفه. فاحنا عاوزين نجيب للناس الصحيح والصحيح. في كتير احاديث ضعيفه، فيها كتير نجيب للناس الصحيح واللي هو متفق عليه، مفيش فيه كلام يعني. طبعا مشايخنا واساتذتنا قبلينا يعني اتكلموا في المجال ده كتير، بس كمان انا بقول خدم الطب النبوي لابد ان انا يعني اعرج على هذا. ده مجالك. الله يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاخر، هو حديث صحيح: ماذا في الامرين من الشفاء؟ الصبر والسفاء. تمام. وماذا في الامرين؟ هذا اعجاز. الأمرين يعني الأمرين، والنبي صلى الله عليه وسلم بتعجبون ماذا فيهم من الشفاء؟ الصبر، وهو الصبار الأوليفيرا إن شاء الله نزرع عند الشيخ أسامة أورجانيك. شرف لينا. السفاء هو حب الرشاد، حب الرشاد، حبة حمراء زي حبة البركة إن شاء الله. النبتتين دول تحديدا مهتمين جدا بحتة الأمراض الدموية كلها ما شاء الله بفضل الله. الأمراض الدموية، تنقية الدم وتنقية الجهاز الهضمي لا يعلوها شيء ما شاء الله بفضل الله. ننتقل على الحديث مهم برضو، حديث عمدة في الطب النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين فقال لها: بما تستمشين؟ تستمشين يعني تمشي بطنك، يعني تعملي باللغة بتاعتنا تعملي إسهال يعني. فقالت له: أستمشي بالشبرم، حاجة كان اسمها الشبرم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: حار جار. هنا بقى بنتكلم عن طبائع النباتات، النباتات ليها طبائع حارة جافة باردة، ده علم يعرفه العشابين يعني. فقال لا حر جار، ألا تستمشين بالسنة؟ السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان للموت دواء لكان السنة. صلى الله عليه وسلم. حتى في وصفة عندنا احنا كناس عشابين محترفين اسمها الترياء،
الترياق ديت لابد لا تخلو من السنمك. لو حد عزك الله لدغته عقرب او حتى حية نديله السنمك ما شاء الله يبرأ بإذن الله ما شاء الله. السنمك من ضمن معجزاته أيضا نافع جدا لأي حد مسحور أي حد ممسوس ما شاء الله. لو كان للموت دواء لكان السنة ما شاء الله. حديث الآخر طبعا وده أنا كلمت فيه قبل كده هنا وهو التغذية العلاجية مهمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم البيت الذي ليس فيه طمر جياع أهله. صحيح صحيح حديث صحيح. النخل بقى مولانا والطمر حديث صحيح. الحديث صحيح. التمر النهاردة كناس علماء لما جم يشوفوا التمر في منجم معادن. أنا النهاردة أعود ابني وبنتي على التمر أحسن ما أعوده على صحيح. الحاجات اللي هي المصنعة يعني أفضل وبتعالج الأنيميا والتمر فيه ما فيه يعني. صحيح. ده حديث عمده برضو في حديث الطب النووي. الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. والسنة هو السنة مكي اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. السنة مكي هو اسمه بالمصري السنة مكي. السنوت هو الكمون. السنوت هو الكمون. كمون إن شاء الله نزرعه أورجانيك عند الشيخ أسامة إن شاء الله. السنة والسنوت فإنما فيهما شفاء من كل داء إلا السام. السنة والسنوت أنصح به كل مشاهديني لكل الأمراض المستعصية ما شاء الله. لا يعلوه شيء بس عشان ناخده الطريقة آمنة يعني 50% سنوت اللي هو الكمون و 50% سنة مكي وتتخذ مرتين في الأسبوع مرتين فقط فضل الله تزيل مسببات الأمراض يعني علم الطبائع في ده مرتين في الأسبوع مرتين في الأسبوع أنصح بك مشروب ما شاء الله رائع يزيل مسببات الأمراض بإذن الله. طيب معلش سؤال بس استفسار بسيط كده. أنا كطالب علاج تمام لحاجة تعباني أو إلى ما ذلك أروح لأي شركة أو أروح لأي معالج أو إلى ما ذلك واستنبط منه العلاج بتاعه وهل كل المعالجين او كل اللي بيصدروا العلاج الطبيعي ده او الاعشاب عذرا هل كلهم منتجاتهم صحيه ولا في وفي؟ بارك الله فيك. احنا لازم نقسم برضه. انا كراجل عشاب انا بقوم مقام الصيدلي بس انا صيدلي طبيعي من الطبيعه لكن التشخيص التشخيص لا ده دكاترتنا في جميع المجالات لابد ان هم لابد اي حد يشتكي من شيء يروح للمريض يروح للطبيب المختص ويكشف يقول له عنده ايه بعد ما يشخص حالته يجي لي اقول له ادي لك كذا من الاعشاب ان احب ذلك يعني تمام. طب لما نيجي بقى نشوف الناس المنافسين اذا تكلم الرجل عرفنا من هو. صحيح صحيح. فانا انت قول لي انت تديني اعشاب ايه لايه والنهارده عزك الله الانترنت ما خلاش حاجه الناس كلها بقى عندها ثقافه عاليه جدا فكل الناس عارفه ايه الاعشاب وايه الحاجه الصالحه يعني فانت شوف اللي قدامك بيدي لك ايه والتجربه خير برهان. صحيح تمام. الحديث اخر حديث نختم به في الطب النووي مهم جدا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتاع العسل جاءه رجل فقال ان اخي تستطلقه بطنه تستطلقه فقال له اسقيه عسل ما شاء الله. فذهب ورجع فقال ايه ما زاده الاستطلاق ما شاء الله. قال اسقيه عسلا وفي الثالثه قال له ايه كذبت بطن اخيك وصدق الله اسقيه عسلا. فلما سقاه في الاخره العسل من ضمن المميزات ان هو يكنس بينظف فلما نظف ففضل الله الحاله اعتدلت ما شاء الله فضل الله. الحديث الاخر صلى الله عليه وسلم هو لبن البان الابل جاءه رهط وجاءته من لأواء المدينه فقال ايه اذهبوا الى ابل الصدقه ما شاء الله حضرتك مليم جدا واستسقوا اصلا يزيدنا اياك ان شاء الله حضرتك لان ما شاء الله صحيحه وما شاء الله المنطلق الفكري جميل جدا ربنا يحفظك يا رب. وهو قال لهم ذهبوا الى ابل الصدقه فاسقوا من ابوالها والبانها. الحديث الاخير اللي نختم به ان شاء الله وهو حديث التلبينه. حديث التلبينه ورد فيه ثلاث روايات. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالتلبينه فانها تجم الفؤاد وتقوي البدن ما شاء الله. ننصح بها كل امهاتنا وكل الناس اللي عندها وهن في الاعصاب. التلبينه رقم واحد. التلبينه ما هي الا شعير مطحون بيتعمل بخير وزي السحلب كده اعزك الله ما شاء الله. عليكم بالتلبينه فانها تجم الفؤاد وتقوي البدن او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال في الروايه الاخرى عليكم بالتلبينه فانها تذهب ببعض الحزن. تذهب ببعض الحزن يعني تزيل الاكتئاب فجميله جدا كده. الروايه الثالثه النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في الصحيح قال عليكم بالتلبينه فانها تغسل بطن احدكم كما يغسل احدكم وجهه من الوسخ او كما قال صلى الله عليه وسلم مره اخرى قال عليكم صلى الله عليه وسلم بالتلبينه فانها تغسل
بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه من الوسخ. وهذا فيه إعجاز، وإحنا كعلم وكإعجاز علمي التلبينة تكنس تنظف المعدة، والمعدة طبعا بيت الداء زي ما إحنا نعرف، فلو الأمور استقرت في المعدة مظبوط والدنيا مشيت تمام الأمور كلها تمشي. جزاكم الله خير. طيب تعالوا بنا الأستاذ إسلام نيازي صاحب شركة أعشابي الذي شرفنا بحضور حضرتك. أثر الحجامة وسم النحل، سم النحل على مقاومة الفيروسات، وإحنا بنعيش دلوقتي في زي مثلا فيروس كورونا أو غيره من الفيروسات، حتى وانتهى هذا الفيروس في فيروسات كتير بنواجهها، فيروسات كتير يعني. إيه هو أثر الحجامة وسم النحل في ضد هذه الفيروسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا جهاز المناعة، لو اتكلمنا على جهاز المناعة فهو خط الدفاع الأول لجميع الفيروسات والبكتيريا في الجسم. فالمقصود من الأعشاب والمكملات الغذائية والأكل اللي فيه العناصر دي إن احنا نشغل جهاز المناعة يكون قوي. فلما جهاز المناعة يكون صاحي فأي مشكلة توجه الجسم، الجسم يعرف يعني يتمكن منه بسهولة. فشغلنا كله بيبقى في الجزء بتاع رفع المناعة. رفع المناعة. رفع المناعة. أهم حاجة. دي أهم حاجة. صحيح. الإنسان طالما مناعته كويسة. خلاص مش. فهو هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء. فالإنسان مجرد إن هو يعني يكون عنده الجهاز العصبي صاحي، الجهاز المناعي شغال، فبيبقى الموضوع سهل. حتى لو أصابه المرض بيقدر يتغلب عليه. تمام. فطبعا الحجامة طبعا يعني لو رجعنا للأصل يعني هو من الطب النبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم، وفي مواضع كتيرة طبعا في حديث كتيرة طبعا حضرتك يعني تقدر تذكرها لنا، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وأمر أمته بالحجامة. وورد في مسند الإمام أحمد أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. صحيح. ومعنا طبعا أستاذ مصطفى يكلمنا عن القسط البحري وقد إيه فوائده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اختص الاثنين دولت، الحجامة والقسط البحري، يعني دولت هم اللي فيهم الشفاء كله. وفرد في حديث تاني برضو في الإسراء والمعراج إن الملائكة أمرت النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمتك بالحجامة، رواه الترمذي وحديث حسن غريب. ولكن حديث يؤخذ به إن الملائكة وصت النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمته بالحجامة. فطبعا الحجامة هي بتنشط جهاز المناعة ككل. لأن أول لما بيحصل إن بنشتغل على الحجامة فبنبدأ نجمع الدم، وبعد كده بيبدأ يحصل عملية تشريط بسيطة في أماكن معينة على حسب كل برضو إيه، في أماكن رئيسية بنشتغل عليها دي بترفع جهاز المناعة ككل، وفي أماكن تانية بقى على حسب شكوى المريض نفسه بيبقى عنده ألم معينة فبيبقى فيها يعني مواضع على معينة حسب الشكوى. على حسب الشكوى، لكن في أماكن مواضع معينة دي جميعا لجهاز المناعة ككل. فطبعا ضغط الدم بيقل من الجسم لأن في عدد لترات معينة من الدم في الجسم. طيب لما جي احنا نسحب من الجزء معين من الدم من الجسم، طبعا يعني هي معلومة لازم نبقى عارفينها إن جسم الإنسان بيغير الدم كل 120 يوم، يعني كل 120 يوم دم الإنسان في الجسم بيتغير بالكامل. الكرات الدم بيحصل لها حالة هرم، فبيبدأ الجسم إن هو يتخلص منها ويبدأ الكبد يفرز دم جديد. طيب لما احنا نيجي نعمل موضوع الحجامة دوت ونطلع من الجسم الدم، فيبدأ الكبد والطحال يعصروا علشان يطلعوا دم جديد. طب هيجيبوا منين الدم الجديد دوت؟ بياخدوا من النخاع الشوكي مادة اللي هي بعد كده بينتجوا بيها الدم. المادة اللي بتطلع دي مضادة للفيروسات، مضادة للالتهابات، رفع للمناعة. ما شاء الله. فيها إعجاز، حتى إن يعني حالات شكوى المرض السرطاني، يعني المرض من أكتر الأمراض دلوقتي متفشيين، الناس بتشتغل بيك دوت، لأن مجرد إن هو يبدأ بالحجامة المادة دي بتطلع بتقاوم، هي حتى بيسموها مسمينها كده في العالم مادة مضادة السرطان. المادة ديت وبعد كده يبدأ يتكون الدم، دم جديد. طبعا برضو يعني كل خلايا الجسم محتاجة للغذاء. طب الغذاء دوت بيروح للخلايا ازاي؟ عن طريق الدم. هو الدم هو المادة السائلة اللي بتمشي في الجسم كله. فطول ما الدم دوت محمل بالأكسجين ومحمل بالغذاء
فده بيدي الغذاء الكويس لجسم الإنسان. صحيح. فإحنا لما بنيجي نعمل حجامة بنعمل حجامة في أماكن معينة، فبننشط فيها المكان دوت، بننشط فيه الدم، فيبدأ الدم اللي هو الجديد اللي محمل بالأكسجين وبالغذاء يوصل للمكان دوت. تمام. فيبدأ الجسم دوت يوصل له دم كويس، فيبدأ الجهاز المناعي كله يشتغل بصورة متكاملة. غير طبعا ان يعني الدم اللي احنا بنطلعه، بنطلع الدم اللي بيبقى فيه اللي راكن في الجسم. تمام. الجسم عباره عن شرايين واورده. فالشرايين دي هي اللي بتمد الجسم بالدم اللي طالع من الجديد اللي هو فيه الغذاء والاكسجين، والاورده هي اللي بتاخد الدم اللي راجع بقى، اللي بترجع تاني للقلب. فاحنا لما بنيجي ناخد، بناخد من الاورده. طبعا الشرايين دي داخليه، يعني مش على سطح الجلد، اللي على سطح الجلد بتبقى شعيرات دمويه دقيقه، تحتها الاورده، الشرايين جوه خالص. فلما بنيجي نسحب الدم بنسحب منين؟ من الشعيرات الدمويه الدقيقه اللي الدم بيركن فيها. ما شاء الله. فلما بنعمل كده هوت اللي بيحصل بناخد الدم ده ويبدا يجي دم جديد، الدم الجديد محمل بالاكسجين، محمل بالغذاء، فيبدا المكان ده ينشط تاني. ما شاء الله. طبعا يعني احنا موضوع الحجامه دوت ممكن يعني نتكلم فيه في حلقه متكامله، لكن في اخ من كونغو برازافيل. كونغو برازافيل ده اصل الافارقه، اللي هم مثلا في منهم لم تصل اليهم الدعوه، اللي هم جماعه اللي ما صارت لهمش دعوه النبي صلى الله عليه وسلم خالص يعني. فعند الشيخ سيد حماد ربنا يحفظه ويبارك فيه دعوته في الخارج، بيقول ان الاخ ده لما دخل الاسلام بيقرا في الكتيبات وجد الحجامه، بيقول والله جربت الحجامة فما وجدت علاج للإنسان إلا مثل هذه الحجامة. فسبحان الله، سبحان الله، الحجامة ده أمر عظيم جدا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها هي يعني مناجاة للعبد من كل شيء، من كل ضرر. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك. طيب حضرتك، أثر الطب النبوي في مكافحة الفيروسات. لما نيجي نتكلم على اي فيروس في الدنيا، فيروس انا شخصيا يعني فيروس انفلونزا كنت بفضل الله بشتغل عليه بحاجتين، شيئين اثنين لا ثالث لهما، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم: الحبه السوداء تتشرب زي الشاي الكشري، بفضل الله جميله جدا لجميع الامراض التنفسيه والامراض الصدريه والبرد. فيروس انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، انفلونزا العاديه، الكورونا، ابو الكورونا، فضل الله. حبة البركة، أنا عن تجربة، أنا فضل الله ننصح الناس كلها فضل الله، حبة البركة ما تكونش من بيتها. حبة البركة. في حديث تاني برضه النبي صلى الله عليه وسلم نسينا نذكره، ده أهم حاجة وكنت مخليه للسؤال الجميل ده بتاع كورونا ده تحديدا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا العود الهندي. العود الهندي احنا عندنا بالمصري اسمه القسط الهندي. القسط الهندي. القسط الهندي. ما شاء الله. عليكم بهذا العود الهندي. عليكم بهذا العود الهندي، فإنه يصعط به من العذرة. صحيح. ويلت به لذات الجنب. صحيح. ويلت به لذات الجنب. لذات الجنب. ويشفي من كل ويشفي من كل داء إلا السام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما جينا نفسر الحديث يصعط به من العذرة، ودي طريقة جميلة نقولها النهاردة نقدمها هدية لجميع مشاهدينا. حضرتك هتجيب زيت حبة البركة وتنقع فيه البودر بتاع القسط الهندي، وتصفيه عزك الله وتحطه في قطارة وتنقط منه في أنفك نقطة هنا ونقطة هنا، بفضل الله برد، بفضل الله برضو بيرفع المناعة، مقاوم للفيروسات، وأسأل الله أن يجعله شفاء. ويرد به لذات الجنب، أي الرئة. ذات الجنب ده بيبقى مرض كده عزك الله بيجي في جدار الرئة. فالقسط الهندي نوصي به لكل أحبابنا، مشروب أو تقطيرا في الأنف، وصلنا ان جعله شفاء. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. فنوصي بحبة البركة والقسط الهندي لرفع المناعة ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير. طيب تعالوا بنا الى المفاجأة العظمى في هذه الحلقة او في هذه الفقرة، فضيلة الاستاذ أسامة الفار الذي شرفنا بحضوره. الاستاذ مصطفى فرحان جدا بحضور حضرتك. ربنا يبارك فيك. انا سعيد بالنيابه عنك وكل ذلك. ربنا يبارك فيك الاستاذ اسلام والله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك بحضرتك. حضرتك، ما هو دور شركة الفلاح لاستصلاح الاراضي لهذا العمل الجدير جدا؟ ما هو الدور اللي حضرتك قدمه اليوم؟ في الحقيقة يعني قبل أن ندخل في دور شركة الفلاح لإقامة هذا العمل الطيب المبارك، أنا بشكر الأستاذ مصطفى ربنا يبارك فيه، وبشكر الأستاذ إسلام ربنا يبارك فيه. حقيقة هم يروجون للسنة، وهو مش عارف صلى الله عليه وسلم، هم يروجون للسنة، واخد بالك؟
بيضربوا زي ما بيقولوا عصفورين بحجر حقيقة. لله الحمد. ما زالت الخيرية يا شيخ أحمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. نحمد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا على دين الإسلام. ونحمد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة فأنا أشكرهم على هذا العمل الطيب المبارك. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون إيه؟ عن المنكر. وأنا برضو أبشرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا بنشر السنة. الأخ ما شاء الله عليه ذكر فوق مثلا 20 حديث كلك من السنة. ربنا يحفظه ويبارك فيه. في هذا الإيه؟ في هذا المضمض وهذا الأمر كلهم حديث صحيح. يعني هو مثلا بيقدم منتج عشبي طبيعي 100%، وهو بيدور عشان المنتج بتاعه عايزه يبقى طبيعي 200%، بيدور على الاورجانيك، عايزه طبيعي. هو جه ليه شركه الفلاح؟ هو لقى ان هو هيلاقي المنتج بتاعه طبيعي 100%، وبيقول لي انا مش عايز حاجه فيها ايه؟ فاهمني؟ فيها ملوث. كذلك الاخ اسلام عايز يعمل مناحل، عايز يعمل مناحل ويقيم جميع مشاريعه برضه ما يبقاش فيها اي ملوثات من الكيماويات. ليه؟ عشان لما يقول لك ده هي طبيعيه 100% تبقى طبيعيه 100%. فانا ابشرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده طبعا نشر العلم، ودي طبعا عمليه ضمير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجوره شيء. فحضراتهم بارك الله فيهم بيدعوا كده للهدى، بيعرفوا الناس. الاخ ما شاء الله شرح موضوع الحجامه تفصيلا، وهو يعني كان شرح جيد جدا. الاستاذ ربنا يبارك فيه على الملأ بيقول نصايح، يعني يقدر اي حد يجيب الحاجات دي ويعملها دون اللي يقول اي حد، رغم ان انتم ما حطيتوش رقمه على الشاشه ولا اسم حضرتكم. الراجل ما شاء الله قعدنا معاه ويعني لقيت عنده يعني حقيقي احياء للضمير، هو والاستاذ اسلام ربنا يبارك فيهم ونفع الله بهم. ولكن الاضافه اللي انا بقول ان احنا ان شاء الله لما تواصلوا معانا لاقامه مشروعهم بنجهز لهم الان في مكان ما يقرب عن 200 فدان ما شاء الله. الان لاقامه هذا المشروع الطيب المبارك ما شاء الله. هيبقى عباره عن برسيم حجازي، وعباره عن نباتات العطريه اللي هي بتاعتهم النباتات العشبيه، ركن خادم الطب النبوي. النباتات اللي انا ذكرتها تحديدا، اللي انت حضرتك ذكرتها دي الاصل لخادم الطب النبوي في هذا المضمار. فاحنا بنوفر لهم الاماكن القيمه اللي تتماشى معاها جميع الزراعات بتاعتهم اورجانيك تحت اشراف الاستاذ الدكتور محمد فتحي سالم. هم طبعا هم داخلين معانا في الشركه يبقى لهم على المنظومه، تمام، بيلتزم بما التزمنا به نحن مع الدكتور، لان احنا لنا برنامج ماشيين بيه في تخصيب الايه، في تخصيب الارض بتاعتنا. فاحنا اهلا وسهلا بيكم على دماغنا وشرفنا بيكم والله. ربنا يبارك فيك يا رب، الشرف لينا. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى ويجعلكم كده باذن الله دائما من النابغين النافعين للناس. ربنا يبارك فيك. والله الوقت بيعدي مع الافاضل في منتهى الدقيقه، يعني انا قعدت معاكم انا عايز اقعد يوم كامل اتحدث عنه. ربنا ان شاء الله ان شاء الله لنا لقاء اخر في وقت اخر ان شاء الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر ضيوف المباركين فضيله الاستاذ اسلام نيازي صاحب ربنا صاحب شركه اشابي جزاكم الله خير، والاستاذ المحترم مصطفى الشيخ الذي شرفنا بحضوره صاحب شركه خادم الطب النبوي، وفضيله الاستاذ اسامه الفار صاحب شركه الفلاح لاستصلاح الاراضي للفرفره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.